وأنا اللي بعمل كل حاجة حتى في رمضان. أنا حامل وبروح شغلي وصايمة في نفس الوقت، وكنت راضي عشان يهمني إن جوزي يكون راضي عني، بس اللي بيحصل بقى زايد عن حد. أهلا بيكم في قناتكم قناة قصص حدثت بالفعل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. أنا لمياء، متجوزة من 7 شهور وعايشة في بيت عيلة في مدينة، وتربيت دايما على الخصوصية وإن أكون في حالي. وللعلم أنا بلدي غير بلده وعايشة بعيد عن أهلي، يعني مش بزور أهلي كتير بحكم إن أنا حامل وتعبانة وما ينفعش إن أنا أسافر. وكان اتفقنا أنا وجوزي قبل الجواز إن حياتنا في البيت كل واحد في حاله إلا وقت المناسبات. والدته وجوزها متوفي، وأخوه أخته متجوزين معانا في نفس البيت، وأخته لما جوزها بيسافر هي بتنزل تتغدى معاها تحت. بس اتفاجأت إن من تاني يوم جوزي طلب إننا ننزل نتغدى معاها لأنها لوحدها. قلت ماشي مفيش مشكلة، لكن الموضوع اتطور وبقينا بننزل 3 أيام في الأسبوع، عشاء وغدا، وأنا اللي بعمل كل حاجة حتى في رمضان. أنا حامل وبروح شغلي وصايمة في نفس الوقت، وباجي أعمل فطار وأنزل بيه وأغسل الأضواء، ومش بقعد مرتاحة وبطلع مهدودة رغم إنها صحتها كويسة والله، وكنت بقول هي زي والدتي، بس نادرا لما كانت بتعزم عليا إنها تطبخ. والله خلال الفترة دي مرتين بس هي اللي طبخت فيهم، ومفيش أي تقدير منه، كأنه بقى واجب عليا. وكنت راضي عشان يهمني إن جوزي يكون راضي عني، بس اللي بيحصل بقى زايد عن حد. حياتنا بقت عبارة عن كل حاجة لازم معاه، ولازم نروح في حتة يعرفوا عننا كل حاجة، وفي الطلعة والنزلة لازم أسلم عليهم رغم إني بشوف منهم تصرفات تضايق. ولما جيت قلت لجوزي بلاش أعدي عليهم زعل مني، حتى لما أفكر نتعشى لوحدنا مرة لازم نجيب الأكل وناكل معاهم، مش بقعد على راحتي خالص وبتعب من أقل حاجة بحكم إني حامل. ولدرجة كذا مرة أطلب منه حاجة يجيبها ويسيبها تحت عندهم وياخدوها، ولما أعاتبه إن أنا اللي طالبة الحاجة دي ونفسي فيها بيطلعني مادية وإن ما ينفعش أتكلم في كده. الموضوع مش بس كده، اللي مضايقني إني حاسة إني ماليش خصوصية وإني مش متجوزاه هو، أنا متجوزة أهله، وبقيت بحس إنه بيقل مني بنزولي تحت لما يخليني أنزل تحت في عز تعبي وأنا محدش بيساعدني في حاجة. أصبح نزولي وقت الأكل فرض عليا، يا إما هكون وحش. ولما واجهته نسي كل اللي عملته وطلعني أنانية ومش بحب أهله، مع العلم بقى إن أخوه تاني منفض إيده من كل حاجة ومش بينزل مراته من أساسه. أنا مش بقول أقطع أهله، أنا بقول أنزل على قد ما قدرتي. أنا مش بقول أقطع أهله، أنا بقول أنزل أقعد معاهم بقدر المعقول وأودها وقت ما صحتي تسمح بكده، وهو أصلا كده كده في الرايحة والجاية معاهم، يعني وجودي مش فارق، أنا عايزة أكون في حالي. أنا عايزة حل، وهل فعلا أنا غلطانة ووحشة؟ بس أنا تعبت وجيت على صحتي ونفسيتي وفي الآخر مفيش أي تقدير أبدا، أنا مش عارفة أتصرف إزاي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد.